ضمن مشروع لقاء القادة الشباب مع صناع القرار أعضاء مجلس النواب العراقي، عقد في العاصمة أربيل الاجتماع الأول الذي ضم ناشطين من محافظات عدة، وذلك لتقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة تواصلية مع النواب والشباب في البرلمان الجديد. نتابع. كان لها بصمة في تغيير الحكومة واستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. هؤلاء هم قادة الشباب الذي استطاعوا أن يغيروا المعادلة السياسية في العراق، ونتأمل أيضا من هؤلاء الشباب من القادة. حوالي سنتين هم يعملون في محافظاتنا المحررة، أكثر من 750 شاب، لمعرفة المشاكل الحقيقية وكيفية التغيير نحو الأفضل للعراق. طبعا مسألة الفساد المستشري أنا ذكرتها في هذا الاجتماع هي أصبحت ثقافة في العراق، لكن نتأمل أن يكون هناك وعي أكثر من قبل المواطنين، ويكون هناك تعاون أكثر من قبلهم مع الجهات الرقابية، النزاهة، القضاء، مع أعضاء مجلس النواب، تشخيص الفاسدين، وأن يكون هناك شجاعة لدى المواطن أن يحضر أمام القضاء ويدلي بالوثائق أو الشهادات اللي عنده لغرض القضاء على الفساد. في برنامج التشارك الذي يهدف إلى بناء القدرات القيادية للشباب في العراق، مثل ما تعرفون أنه بناء الشاب العراقي القيادي الواعي يلعب دور أساسي، وخاصة أنه المعادلة السياسية تم تغييرها من قبل دماء الشباب الثائر التشريني، فبالتالي هو يلعب دور أساسي في يعني صنع القرار وأيضا في العملية السياسية. وجود الشباب من هذه الثلاث محافظات ضمن هذه الجلسة يعزز لغة الحوار والتواصل حول القضايا ذات الأولوية. يعني احنا عندنا اليوم مجموعة من القضايا ومن القطاعات اللي صار لنا تقريبا لمدة سنتين بدنا نشتغل عليها، حاليا اجى الدور انه احنا نناقشها مع الناس اللي بالجانب التشريعي. فالبرلمان حقيقة مضمون جدا مهم انه يعرف هذه القضايا ويعرف النسب المقننة اللي من خلالها انه هي تأثر بشكل أساسي على حياة الشباب